بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. بنتابع كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: وهو قول وفعل، أي الإيمان قول وعمل. والإيمان قول وعمل، قلنا قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فقول القلب اعتقاده وتصديقه وإقراره وإيقانه، وقول اللسان إقراره العمل، أي النطق بالشهادتين والعمل بمقتضاهما. وعمل القلب نيته وتسليمه وإخلاصه وإذعانه وحبه وإرادته الأعمال الصالحة، وعمل اللسان والجوارح فعل المأمورات وترك المنهيات، فعل المأمورات وترك المنهيات. فلا إيمان إلا بالعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بموافقة الكتاب والسنة، إلا بموافقة الكتاب والسنة. فقد يوجد الإخلاص وتوجد النية الصالحة، ومع ذلك لا يقبل العمل لمخالفته الاتباع، لمخالفته اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعكس، قد يوجد العمل، العمل الصالح فيه اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يمنع القبول لأنه ليس فيه إخلاص لله عز وجل، كما قال رب العالمين تبارك وتعالى فيما رآه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. وفي الصحيح أيضا أن أبا بردة ابن نيار رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان قد أعد أضحية، كان قد أعد أضحية، فهو صالح النية مخلص لله عز وجل، وتعجل السبق، يريد أن يسبق إلى الخيرات، فتعجل أضحيته فذبحها قبل صلاة العيد، فذبحها قبل صلاة العيد. يبقى موجود النية الصالحة، موجود الإخلاص لله تبارك وتعالى، ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم، يعني لي لي ليس لك فيها أجر. ليه؟ أجر الأضحية. لماذا؟ لأنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهو نيته صالحة، متعجل للعمل الصالح، مخلص في ذلك لله عز وجل، ومع ذلك حرم الأجر لمخالفته هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة مستمرة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل رحمه الله تبارك وتعالى: أصوبه وأخلصه. قالوا: ما صوابه وما إخلاصه؟ قال: إن العمل إذا لم يكن صوابا لم يكن مقبولا عند الله عز وجل، وإن لم يكن خالصا لم يكن كذلك مقبولا عند الله تبارك وتعالى، حتى يكون صوابا وخالصا. أما إخلاصه أن يكون لله تبارك وتعالى، أن يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى. وأما صوابه أو صلاحه أن يوافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان من دعاء عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. فهذه قاعدة مستمرة. فكم من مريد للخير لا يبلغ، كم من مريد للخير لا يبلغ. والإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص. قال أهل العلم: هذا إجماع من يعتد بإجماعه أن الإيمان قول وعمل، وأنه يزيد وينقص. وأخذ الإمام رحمه الله تبارك وتعالى في سرد الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه، فقال رحمه الله تبارك وتعالى: قال الله عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وزدناهم هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويزداد الذين آمنوا إيمانا،
أيكم زادته هذه إيمانا فاخشوهم فزادهم إيمانا إلى آخر هذه الآيات. فنبه على أن الإيمان يزيد وينقص. وإذا كانت هذه الآيات لم تتعرض لمسألة النقصان لكنها تعرضت للزيادة، وما كان قابلا للزيادة فإنه بالضرورة يقبل النقصان، يقبل النقصان فينقص حتى يكون وزن شعيرة، كما في حديث النبي أيضا صلى الله عليه وسلم في خروج رجل من النار ليس في قلبه إلا مثقال أو وزن شعيرة من الإيمان، شعيرة من إيمان. وهكذا إذا طالما أنه قابل للزيادة قابل للنقصان. وجاءت الأحاديث التي تدل أيضا على أن الإيمان ينقص، على أن الإيمان ينقص، فمن ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على النساء في يوم أضحى أو يوم فطر فأمرهم بتقوى الله تبارك وتعالى، وأخبرهم أنه صلى الله عليه وسلم رأى النساء يعني أكثر أهل النار، فسأل النساء النبي صلى الله عليه وسلم بما استوجبنا ذلك أو استحقنا ذلك، قال لأنكن يعني تكثرن اللعن وتكفرن العشير. وقال صلى الله عليه وسلم فيما قال أنكم ناقصات عقل ودين، فنقصان عقلهن في أن شهادة الرجل مثل شهادتين من النساء، ونقصان الدين أنها إذا حاضت أو نفست فأنها لا تصلي ولا تصوم. طب الصيام والصلاة هذا عده النبي صلى الله عليه وسلم من نقصان الدين، عده من نقصان الدين، فدل على أن الدين يزيد وإيه؟ يزيد وينقص، يزيد بالإيمان، يزيد بالطاعات، يزيد بالعلم وتظاهر الأدلة وتكاثر الأدلة، يزيد بالطاعات كذلك ينقص بالمعصي، ينقص بالمعاصي والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أخرجه أحمد والترمذي وابن حبان، وهو حديث حسن صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، فمن رجال أصحاب السنن، روى له البخاري مقرونا وأخرج له مسلم في المتابعات، وهو حسن الحديث، وهو حسن الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، هذا المنطوق مفهوم الحديث، مفهوم المخالفة، إذا كان الإنسان فيه سوء خلق فدل ذلك على أنه إيه؟ ليس بكامل الإيمان، ليس بكامل الإيمان. يبقى لكي يكمل المرء إيمانه عليه أن يحسن خلقه، فإن كان سيء الخلق فهذا علامة على نقصانه، على نقصان إيمانه، فدل ذلك على أن الإيمان يزيد وينقص، على أن الإيمان يزيد وينقص. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى والحب في الله والبغض في الله من الإيمان، الحب في الله والبغض في الله من الإيمان، هذا لفظ حديث أخرجه أبو داود في سننه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه صدي بن عجلان الباهلي، ولفظه من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. يبقى برضو بالمفهوم، بمفهوم المخالفة، إن من لم يفعل هذه الأشياء أو في خلل في هذه الأشياء يبقى فيه إيه؟ نقص في إيمانه. الحديث أخرجه أبو داود وهو حديث حسن صحيح، وجاء عند الترمذي من حديث معاذ بن أنس الجهني نحو حديث أبي أمامة وهو حديث حسن، وأخرج الإمام أحمد في المسند هذا الحديث أيضا من طريقين، الأولى عن ابن لهيعة عن زبان عن سهل بن معاذ ابن أنس الجهني عن أبيه بزيادة وأنكح لله، وأنكح لله تعالى فقد استكمل إيمانه، دي الزيادة اللي عند الإمام أحمد في مسنده، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة رحمه الله تعالى. وزبان بن فائد الحمراوي ضعيف الحديث أيضا مع صلاحه وعبادته. أما الطريق الثانية فهي عن أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون وهو صدوق خرج له الأربعة أصحاب السنن، عن سهل بن معاذ عن أبيه مثله، وسهل بن معاذ لا بأس به إلا في روايات زبان بن فائد عنه،
وهذا إسناد حسن، وهذا إسناد حسن. فبان بذلك أن المعنى أن من انقطع إلى الله تعالى عن غيره، من انقطع إلى الله تعالى عن غيره حتى صار يأتي بهذه الأعمال أو يأتي بهذه الأفعال التي جاءت في الحديث التي غالبا ما يحمل عليها الطبع، غالبا ما يحمل عليها الطبع، وغالبا فيها حظوظ نفس، فيها حظ نفس للإنسان نفسه، للإنسان نفسه. فإذا ما أتى الإنسان بهذه الأفعال أو قام بهذه الأعمال لله تبارك وتعالى فهو كامل الإيمان، فهو كامل الإيه؟ فهو كامل الإيمان. هذا هو المعنى، والله تعالى أعلى وأعلم. وأخرج أبو داود في سننه عن أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه مرفوعا: أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. هذا الحديث حديث حسن لغيره، حسن لغيره. وإسناد هذا الحديث عند أبي داود ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد الهاشمي، لضعف يزيد بن أبي زياد الهاشمي، كان تقدمت به السن فتغير حفظه، وصار يتلقن، ودي علامة على ضعف الحديث أنها تناقض الضبط. صار يتلقن يعني هو بيقول الحديث يخطئ في الحديث، فبعض الموجودين يلقنه، يرد عليه بعض أو يقوم له بعض الألفاظ أو يصحح له بعض الألفاظ فيقبل ذلك، فيعد ذلك قدحا في الراوي، يعد ذلك إيه؟ قدحا في الراوي، فلا يحتج بحديثه إلا إذا وجد له إيه؟ شاهد أو متابعة أو متابع لهذا الحديث. روى له البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه تعاليق، وروى له مسلم مقرونا بغيره، وخرج له الأربعة. أيضا الرواية له عن أبي ذر فيها رجل مبهم، فيها رجل مبهم، فلذلك الإسناد عند أبي داود إسناد إيه؟ إسناد ضعيف. لكن يشهد له، يشهد لهذا الحديث ما أخرجه النسائي رحمه الله تبارك وتعالى من طريق أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه مرفوعا: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وطعمه، وجد بهن حلاوة الإيمان وطعمه، أن يكون الله عز وجل ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب في الله، وهذا هو محل الشاهد، وأن يحب في الله، وأن يبغض في الله، وأن توقد نار عظيمة فيقع فيها أحب إليه من أن يشرك بالله شيئا. وهذا إسناد صحيح، هذا إسناد صحيح. ويشهد له كذلك حديث البراء بن عازب عند أحمد في مسنده: إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله، وهو حسن بشواهده، وإسناده ضعيف لضعف ليث ابن أبي سليم. استدل بذلك على أن الإيمان يزيد وينقص. ليه الإيمان يزيد وينقص؟ لأن الحب والبغض يتفاوت من إنسان لآخر، صحيح؟ فإذا تفاوت الحب والبغض من إنسان لآخر دل على تفاوت الإيمان أو تفاوت زيادة الإيمان ونقصانه من إنسان إلى إيه؟ من إنسان إلى آخر بالضرورة كذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. قوله: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي. هنا لاحظ أن الإمام البخاري وهو بيذكر الإيمان قول وعمل يزيد وينقص بدأ يجيب الإيه؟ يجيب الأدلة. بدأ بإيه؟ الكتاب، وبعد كده جاب الايه؟ السنة. ممكن وجاب صدر الحديث عند أبي داود وما خرجوش أنه ليس على ايه؟ ليس على شرطه، ليس على شرطه. وبعد كده هيبتدي يجيب ايه؟ آثار، هيبتدي يجيب ايه؟ آثار رحمه الله تبارك وتعالى. والآثار دي بتدل على أنه ايه؟ بيقوي قوله أو مذهبه بذلك. يبقى الدليل الأول كتاب، بعد كده السنة، بعد كده الايه؟ بعد كده الآثار، بعد كده الآثار. نعم. فقال: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي، يعني ابن عميرة الكندي رحمه الله تعالى، تابعي ثقة فقيه من أولاد الصحابة، عمل لعمر بن عبد العزيز على الموصل والجزيرة، ثم عزله عنها وولاه أرمينيا، وولاه أرمينيا، فلم يزل عليها حتى توفي عمر رحمه الله تعالى. فلذلك كتب إليه عمر، لأنه إيه؟ عامله، لأنه عامله.
توفي عدي بن عدي سنة 120 للهجرة، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة. هذا الأثر رواه الإمام البخاري في صحيحه معلقا، يعني معلقا هنا إيه؟ ملوش إسناد، هنا ملوش إسناد. وقلنا أن التعليق ممكن يجي على صور، ممكن يجي على إيه؟ على صور، ممكن يحذف من أول الإسناد من جهة المصنف، ممكن يحذف راوي، يبقى ده إيه؟ معلق، يبقى ده إيه؟ معلق، ماشي كده؟ وممكن يحذف اثنين من الرواة أو أكثر، فيبقى معلق وإيه؟ ومعضل، يبقى معلق وإيه؟ ومعضل. وممكن يحذف الإسناد لحد ما يوصل للتابعي، وممكن يحذف الإسناد لحد ما يوصل للصحابي، وممكن يحذف ده كله ويقول إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فكل ده صور إيه؟ صور من صور التعليق، وده بغض النظر عن الإيه؟ عن الصحة والضعف أو عن القبول والرد، أو عن القبول والإيه؟ والرد. فإحنا ممكن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، دي صورة تعليق، وإن كان الحديث في إيه؟ في أعلى مراتب الصحيح، في أعلى مراتب الصحيح. فهنا ذكره رحمه الله تبارك وتعالى إيه؟ معلقا، ذكره رحمه الله تعالى معلقا. هذا التعليق المذكور وصله الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأبو بكر ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان لهما من طريق عيسى بن عاصم قال حدثني عدي بن عدي أنه قال كتب إلي عمر بن عبد العزيز أما بعد فإن للإيمان فرائض وشرائع. الأثر ماشي كده، أدي الأثر موصول، وهو إسناد صحيح رجاله ثقات كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق، وهو كذلك في مصنف ابن أبي شيبة، وأخرجه أيضا البيهقي في الشعب. قوله إن للإيمان فرائض، إن للإيمان فرائض، كذا ثبت في معظم الروايات باللام، كذا ثبت في معظم الروايات باللام، وجاءت فرائض بالنصب على أنها إيه؟ اسم إن. وجاء في رواية ابن عساكر في تاريخ دمشق فإن الإيمان فرائض، فجاءت فرائض على أنها إيه؟ خبر، خبر إيه؟ خبر إن فرفعت، واضح كده؟ وتبقى كده إيه؟ تم إن، فإن الإيمان فرائض، يبقى الإيمان اسم إن وفرائض إيه؟ خبرها مرفوع، خبرها مرفوع. نعم. قال الحافظ ابن حجر وبالأول، يعني اللي فيه إن للإيمان باللام، جاء الموصول الذي أشرنا إليه، يبقى ده إيه؟ بيقول إن ده إيه؟ الموصول، يعني معنى كده لفظ إن الإيمان فرائض بيقول إنه إيه؟ مش موصول، مش موصول. لكن الصحيح والله تعالى أعلى وأعلم إن اللفظين أو طرق الأثرين بهذا اللفظ الاثنين إيه؟ الاثنين موصولين، الاثنين موصولين، وهذا هو الصحيح والله تعالى أعلى وأعلم. جاء الموصول بالأول والثاني جميعا. قوله فرائض أي أعمالا مفروضة، أي أعمالا مفروضة. وشرائع أي عقائد دينية، أي عقائد دينية. وحدودا أي منهيات شرعية، أي منهيات شرعية أو منهيات ممنوعة. تلك حدود الله فلا تقربها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، يبقى مناهي، مناهي شرعية لا إيه؟ لا تقربها ولا تأتيها. وسننا أي مندوبات، وسننا أي مندوبات. وقال الكرماني وإنما فسرناها بذلك ليتناول الاعتقاديات والأعمال والطرق الواجبة والمندوبة ولئلا يتكرر، ولئلا يتكرر. وقال ابن المرابط محمد بن خلف بن سعيد الأندلسي من كبار المالكية له كتاب كبير في شرح صحيح البخاري، توفي سنة 485 للهجرة، فقال الفرائض ما فرض علينا من صلاة وزكاة ونحوها. وقال الشرائع كالتوجه إلى القبلة وصفات الصلاة، التوجه إلى القبلة وصفات الصلاة، وعدد أو عدد شهر رمضان، وعدد جلد القاذف، وعدد الطلاق إلى غير ذلك. والسنن ما أمر به الشارع من فضائل الأعمال، فمن أتى بالفرائض والسنن وعرف الشرائع فهو مؤمن كامل، فهو مؤمن كامل. يبقى اللي حيقصر في هذه الأمور يبقى ناقص الإيمان، ناقص الإيمان. قوله فإن أعش فسأبينها أي أوضح تفاريع هذه الأمور، لا أبين أصولها، لا أبين إيه؟ أصولها، لأن الأصول إيه؟ معلومة مجملة عندهم، لأن الأصول معلومة إيه؟ مجملة عندهم. طيب
ليه ما بيتكلمش هنا على الأصول؟ ليه ما يتكلمش على الأصول؟ إن فإن أعش فسأبينها، إن معنى كده إن في هنا تراخي شوية، إن في هنا إيه تراخي شوية. فلو كانت الكلام على أصول يبقى ده هنا وقت إيه؟ وقت حاجة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لكن كن في تراخي وفي تأخير فدل على ذلك إن ده إيه؟ وقت خطاب، ويجوز تأخير البيان عن وقت الإيه؟ عن وقت الخطاب، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. في الأثر بتاع عمر بن عبد العزيز اللي أورده الإمام البخاري هنا من باب الاستشهاد وتقوية مذهب الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى والرد على من خالفه، فيه فوائد، فيه فوائد. ففيه أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كان ممن يقول بأن الإيمان إيه؟ بأن الإيمان يزيد وينقص، حيث قال في آخر الأثر: فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. يبقى إيمانه فيه إيه؟ فيه نقص. يبقى إيمانه فيه نقص. دي مسألة. المسألة الثانية إنه عمر بن عبد العزيز ولي أمر المسلمين، كان أمير المؤمنين، كان أمير المؤمنين. فبرضه هنا في فائدة أن ولي أمر المسلمين عليه أن يتفقد رعيته ويتخولهم أبدا بذكر أمور الدين، سواء كان ذلك بالمباشرة أو بالسبب. سواء كان ذلك بالإيه؟ يعني إذا كان عنده علم شرعي يبقى عليه أنه إيه؟ يباشر ذلك هو بنفسه. طيب إذا ما كانش عنده هذا الأمر فعليه أن إيه؟ أن يوصي أهل العلم، يتخذ العلماء الذين يقوموا بذلك. فبقى أولى مهمات الحاكم إيه؟ إقامة الدين. ولي أمر الإيه؟ المسلمين عليه إقامة الإيه؟ عليه إقامة الدين وبيان شرائع الإسلام، وبيان شرائع الإسلام، وأن يتخول المسلمين، يتخول الرعية دائما أبدا بذكر أمور الإيه؟ بذكر أمور الإيمان أو بذكر أمور الدين. أيضا في الأمور التي ذكرها الإمام البخاري أنه جاب دليل الكتاب، دليل السنة، وبعد كده جاب الإيه؟ جاب الأثر. يبقى معنى ذلك من يتكلم في الدين أو في أي أمر من أمور الدين لا يتكلم إلا بدليل من كتاب أو من سنة. ماشي. طيب ورود الأثر، ورود الإيه؟ ورود الأثر أنه عايز يقول لك أنه بيستشهد بذلك، وإياك أن تتكلم في أمر من أمور الدين وليس لك في هذا القول أو في هذا الأمر سلف. يبقى لابد أن أنت إيه؟ يكون لك سلف، لأن اللي هتيجي بيه وليس لك فيه سلف هو بدع من القول، هو بدع من الإيه؟ من القول. وهذا يدل على أن العلم مشهور، على أن العلم مبذول. فالعلم يأتي منها هنا ويأتي منين؟ ويأتي منها هنا. فإياك أن أنت تتتبع إيه؟ الأقوال الشاذة. إياك تتتبع الأقوال الإيه؟ الأقوال الشاذة. لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى: تركوا الصحيح، تركوا يعني المشهور، وأقبلوا على الغرائب ما أقل الفقه فيهم. ما أقل الفقه إيه؟ ما أقل الفقه فيهم. لأن الزيد عايز يتعجل إيه؟ عايز يتعجل الصدارة، عايز يتعجل أنه يغرب على الأقران، أنه يجي محد بحاجة إيه؟ ما حدش. لكن العلم هتلاقي واحد في كل زمان وفي كل مكان، تتناقله الأمة جيلا عن إيه؟ عن جيل وطبقة عن طبقة. هذا هو العلم، هذا هو الإيه؟ هذا هو العلم. فالعلم هو الإيه؟ المشهور على ألسنة الناس، يعني على ألسنة العلماء، يأتيك منها هنا ومنها هنا. هو إيه؟ هو لا يختلف عليه الناس، لا يختلف عليه الناس. نعم. قوله تعالى: ولكن ليطمئن قلبي، ولكن ليطمئن قلبي. هنبتدي الآية من أولها لفوائد تتعلق بهذه الآية، وهو قول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. بداية في إبراهيم قراءتان، في إبراهيم إيه؟ قراءتان، إبراهيم وإبراهام، إبراهيم وإيه؟ وإبراهام. فالقراءة الأولى بكسر الهاء وياء بعدها، والثانية بفتح الهاء وألف بعدها. وكذلك في أرني قراءتان بكسر الراء وبسكونها، أرني وأرني، يبقى بإيه؟ بالكسر، بكسر الراء وبإيه؟ وبتسكين الراء. ماشي كده. دي القراءتين اللي في إبراهيم وفي أرني. والمعنى: رب اجعلني أنظر وأرى بعيني كيف تحيي الموتى، كيف تحيي الموتى. السؤال هنا من إبراهيم لرب العزة تبارك وتعالى عن الكيفية،
عن الايه؟ عن الكيفية لا عن الامكان. يبقى السؤال هنا عن ايه؟ عن الكيفية لا عن الامكان، لان ابراهيم عليه الصلاة والسلام لم يشك في قدرة الله تبارك وتعالى، لم يشك في الايه؟ لم يشك في القدرة. وبالتالي ايضا لم يكن السؤال عن معنى الاحياء، عن معنى الاحياء فانه معلوم عند ايه؟ ابراهيم. فكان السؤال متعلق بالايه؟ كيفية كيفية احياء الله تبارك وتعالى للموتى بعد ان صاروا عظاما وايه؟ وترابا. واضح المعنى كده؟ يبقى السؤال عن الايه؟ عن الكيفية، السؤال عن الكيفية. فقال الله عز وجل: أولم تؤمن؟ قال: أولم تؤمن. هذا أيضا استفهام للتقرير وليس استفهام للإنكار، ليس استفهام للإيه؟ ليس استفهام للإنكار ولا استفهام للنفي، ولكن هو استفهام إيه؟ تقريري. كقول الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك؟ يعني قد إيه؟ قد شرحنا لك صدرك. قال: أولم تؤمن؟ يعني إيه؟ قد آمنت. قد إيه؟ إنك قد آمنت. واضح المعنى؟ فهذا إيه؟ استفهام إيه؟ لتقرير إيمان إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهذا استفهام للتقرير وليس للإنكار أو للنفي. والمعنى: ألست قد آمنت؟ وهذا تقرير لإيمان إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فكان الجواب إيه؟ بلى. فكان الجواب إيه؟ بلى. وهنا يجزئ الإجابة بالإيه؟ بالحرف. وممكن تقول إيه؟ بلى قد آمنت. يجزئ الإجابة بإيه؟ بلى، فتغني عما إيه؟ عما بعدها. وممكن تزود إيه؟ بلى قد آمنت. واضح كده؟ طيب. فقال إبراهيم: بلى. بلى حرف يجاب بها النفي المقرون بالاستفهام. لأجل إيه؟ لأجل إثباته. لأجل إيه؟ لأجل إثباته. ألست أحمد؟ لو قلت نعم يبقى ايه؟ بتنفي. يبقى ايه؟ بتنفي. يبقى تقول نعم لست احمد. لكن الست احمد؟ بلى انا احمد. الم تزر معرض الكتاب هذا العام؟ نعم لم ازر. يبقى ده للنفي. او نعم ما زرت، لكن بلى زرت معرض الكتاب. ماشي كده؟ يبقى بلى تيجي هنا ايه؟ للاثبات. تيجي هنا للايه؟ للاثبات. واضح الكلام؟ وإذ أخرج ربك من بني آدم من ظهورهم إيه؟ وأشهدهم على أنفسهم. قالوا إيه؟ ألست بربكم؟ قالوا لو قالوا نعم كفروا. فقالوا بلى إيه؟ أنا ألست بربكم. واضح المعنى؟ نعم. قال: ولكن ليطمئن قلبي. أشار الإمام البخاري رحمه الله تعالى بهذه الآية أو هذا الجزء من الآية إلى تفسير سعيد بن جبير رحمه الله تعالى ومجاهد بن جبر رحمه الله تعالى وغيرهما لهذه الآية. فروى ابن جرير الطبري بسنده الصحيح إلى سعيد قال: قوله ليطمئن قلبي أي ليزداد يقيني، ليزداد يقيني. وعن مجاهد قال: لأزداد إيمانا مع إيماني، لأزداد إيمانا مع إيه؟ مع إيماني. واضح كده؟ فهنا الآية، عشان كده احنا جبنا الآية من أولها، وإيه؟ أولم تؤمن؟ قال إيه؟ بلى. ماشي كده؟ يبقى الإيمان إيه؟ مستقر. يبقى إبراهيم عليه الصلاة والسلام عايز إيه؟ زيادة على ذلك. زيادة على إيه؟ على ذلك. فدل على إن إيه؟ الإيمان إيه؟ قابل للزيادة. يزيد وإيه؟ يزيد وينقص، يزيد وينقص. نعم. قال الحافظ رحمه الله: وإذا ثبت ذلك عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مع أن يعني أن إبراهيم طلب إيه؟ طمأنينة. طلب إيه؟ الطمأنينة. مع أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أمر باتباع ملة إبراهيم، قد أمر باتباع ملة إبراهيم، كان كأنه ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك. يعني بما أن إذن، بما أن إيه؟ بما أن إذن، فكأنه أيضا إيه؟ ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن هنا يجي سؤال: لما فصل البخاري رحمه الله تبارك وتعالى بين الآيات المتقدمة وأم جايب حديث أبي داود وبعد كده جايب الأثر بتاع عمر بن عبد وبعد كده جاب الآية، جاب الآية دي، لما حطش الآية دي مع أخواتها في موضع الاستشهاد بالآيات؟
قال لك ان الايات الاولى لو تاملتها كده في الكتاب ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم يزيد الله الذين اهتدوا هدى. فهنا الزياده ايه؟ واضحه نصا ماشي كده، لكن ولكن ليطمئن قلبي فيه اشاره. فعشان كده الامام البخاري ايه؟ فصل ما بين اللفظ الصريح الدال على المعنى نصا وبين ايه؟ وبين ما فيه اشاره للمراد، ففصل بذلك رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا من فقه الامام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. ففصل البخاري رحمه الله بين هذه الايه وبين الايات التي قبلها، لان الدليل يؤخذ من الايات المتقدمه بالنص، ويؤخذ من هذه الايه بالاشاره، ويؤخذ من هذه الايه بالاشاره، والله تعالى اعلى واعلم. في هذه الايه فوائد يعني نذكرها حتى تتم الفائدة إن شاء الله عز وجل. في قول إبراهيم ربي أريني كيف تحيي الموتى، فبدأ هنا تصدير بالربوبية، تصدير بالإيه؟ تصدير في الدعاء بالإيه؟ بالرب. فدل على أن التوسل الله تعالى بربوبيته من آداب الدعاء، من آداب الإيه؟ من آداب الدعاء. وكان ذلك هدي الأنبياء وهدي الصالحين، ولذلك تجد في كتاب الله تبارك وتعالى في ذلك الشيء الكثير جدا في تصدير الدعاء بالإيه؟ تصدير الدعاء بالرب. ولماذا بالرب؟ لأن إجابة الدعاء صفات إيه؟ من صفات الفعل، وصفات الأفعال تتعلق بالربوبية، تتعلق بالإيه؟ تتعلق بالربوبية. فتجد مثلا يا ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب زدني علما، رب إني مسني وأنت أرحم الراحم. انظر كل ده ويتصدر بإيه؟ صدر بالرب، صدر بالرب. نعم. أيضا أنه لا حرج، لا حرج على الإنسان أن يسأل ما يزداد به يقينه، أن يسأل ما يزداد به به يقينه، لقوله تعالى أرني كيف تحيي الموتى. يبقى سأل إيه؟ سأل ما يزداد به إيه؟ إيمانه، وما يزداد به يقينه، لأنه إذا رأى بعينه ازداد إيه؟ ازداد يقينا، ازداد يقينا. وده يدينا ننتقل به لمسألة تانية، وهو أن عين اليقين أقوى من علم اليقين. عين اليقين أقوى منين؟ أقوى من علم اليقين، لأنه قال إيه؟ أرني كيف تحيي الموتى، أرني كيف تحيي الموتى. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام عنده علم يقين، فأراد أن يزداد إيه؟ يقينا بعين اليقين، بعين اليقين. ولذلك سأل الله تبارك وتعالى أن يراه، أن يريه كيف يحيي الموتى، ليكون بذلك إيه؟ عين يقين. ولهذا جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالإيه؟ كالمعاينة. وهو حديث صحيح أخرجه أحمد وابن حبان وغيرهما، ليس الخبر كالإيه؟ كالمعاينة. يبقى فيه إخبار، يبقى الإخبار يفيد علم، الإخبار يفيد إيه؟ يفيد علم، ماشي كده. لكن المعاينة فيه ترقي في العلم، لأنك تشاهد بإيه؟ تشاهد بحاسة البصر، فتزداد إيه؟ فتزداد بذلك يقينا، فتزداد بذلك يقينا. طيب ده يأتي برضو إلى مسألة مهمة، أن الإيمان يزداد بزيادة العلم وزيادة المعاينة، وزيادة الإيه؟ وزيادة المعاينة، أو يزداد بزيادة العلم مع المعاينة أو المعاينة. طيب يبقى نستفيد من ذلك أن الإيمان يزيد كيفا وكما، الإسلام يزيد أو الإيمان يزيد إيه؟ يزيد كما وكيفا. طيب كما؟ بفعل الايه؟ بفعل الطاعات، الاكثار من الطاعات، الاكثار من الطاعات، وبالضد الابتعاد عن الايه؟ الابتعاد عن اشكال المعاصي باشكالها، محرم مكروه كل هذه الايه؟ كل هذه الامور. يبقى يكثر الايمان او يزداد الايمان او يزداد اليقين بايه؟ بكثرة الطاعات، بكثرة الطاعات. فمثلا اللي بيصلي الضحى مثلا 4 ركعات، لو جه بعد كده صلى 6، صلى 8، يبقى الإيمان يزيد بالعلم ويزيد بالمعاينة،
ويزيد بالمعيان. يبقى الإيمان يزيد كما وكيفا، كما بزيادة الإيه؟ بزيادة الطاعات، بزيادة الطاعات. ولذلك شرعت النوافل كذلك، يعني من أسباب شروع النوافل أنه يزداد العبد بذلك إيه؟ يزداد العبد بذلك إيمانا. يبقى دي زيادة كمية، يبقى دي زيادة كمية. طيب، وأيضا العلم أو الإيمان يزيد بالكيفية. بالكيفية إزاي؟ بالعلم، لأن العلم هيبقى فيه تكاثر للأدلة، وكلما كثرت الأدلة وتظاهرت الأدلة عند الإنسان ازداد بذلك إيه؟ ازداد بذلك إيمانا، وازداد بذلك يقينا. قال عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، أيكم زادته هذه إيمانا. فيبقى مع توارد الأدلة وتظاهر الأدلة وكثرة الأدلة يزداد العبد إيه؟ يزداد العبد إيمانا، يزداد العبد إيمانا. ويزيد العبد إيمانا بالمعاينة، كقوله أرني كيف تحيي الموتى، مش كده؟ ليطمئن قلبي. يبقى فيه برضو زيادة ترتبت على الإيه؟ ترتبت على المعاينة. طيب، من الفوائد اللي نخرج منها من هذا الأمر إن أهل العلم يذكروا مراتب اليقين أو مراتب العلم، فيقول لك مراتب العلم ثلاثة: علم يقين، وعين يقين، وحق يقين. دي مراتب الإيه؟ مراتب العلم أو مراتب اليقين: علم يقين، وعين يقين، وحق يقين. والتلاتة جاء ذكرهم في كتاب الله عز وجل، جاء ذكرهم في كتاب الله تبارك وتعالى. فجاء علم اليقين: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، ماشي كده. وجاء حق اليقين: إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. دي مراتب الإيه؟ مراتب اليقين. علم اليقين يستفاد من الخبر ويستفاد من الاستدلال. علم اليقين يستفاد منين؟ من الخبر أو من الاستدلال. دي أدوات علم اليقين. خبر إزاي؟ إن الله يخبرك الثقة، يخبرك ليه؟ الثقة بأمر، فأنت إيه؟ مصدق بيه، مصدق إيه بيه. أو يكون الخبر من الأخبار المتواترة، يقول لك والله في مش عارف في مفاعل في اليابان مثلا حصل فيه تسرب إشعاعي بتاع فوكوشيما دوت ولا كذا ولا كذا، وكالات الأنباء عمالة إيه؟ كلها الأخبار بتتواتر بهذا الأمر. يبقى ده يفيد إيه؟ علم يقين، يفيد علم إيه؟ علم يقين، ماشي كده؟ طيب، وممكن تتوصل للعلم عن طريق الاستدلال، إن يكون عندك معطيات، هذه المعطيات صحيحة تتوصل بها إلى نتائج أيضا إيه؟ صحيحة، تترتب عليها نتيجة صحيحة، تترتب عليها نتيجة إيه؟ صحيحة. فده بنسميه إيه؟ علم يقين، علم يقين. طيب، وبعد كده يجي إيه؟ عين اليقين. زالت المسألة دي عندك إلى إيه؟ الإدراك بحاسة البصر، الإدراك بالمشاهدة. يبقى ده إيه؟ عين يقين، يبقى ده ترقي. طيب، وجاء بعد ذلك حق اليقين. حق اليقين فيه إيه بقى؟ زيادة حواس، إن هيبقى فيه مباشرة، مباشرة لهذا الشيء نفسه، واضح كده؟ وفيه تذوق أيضا، وفيه إيه؟ تذوق أيضا. طب نشوف المسألة دي. لو أنت مثلا في مكان غير المسجد اللي احنا فيه، أو في بلدة غير البلدة، وخفيت عليك القبلة، ما انتش من أهل البلد، فهتبتدي إيه؟ تسأل، والله أنا عايز أصلي القبلة. فحيخبرك إنسان إن القبلة أمامك، خلفك، يمين، شمال، ده هنا إيه؟ إخبار. وأنت بالتالي اتبعت هذا، فهنا ده علم. يبقى أنت استفدت إيه عن هذا الإخبار؟ علم إن القبلة في هذا الاتجاه. طيب، هب إن أنت عندك مثلا علم جغرافيا، وعلم دارس مسألة خطوط الطول والعرض، معك بوصلة، معك خريطة، وعايز تتعرف على القبلة أو اتجاه القبلة، فقمت مطلع الخريطة بتاعتك والبوصلة بتاعتك، والبوصلة السهم بتاعها أو الإبرة اللي فيها بتشير إلى القطب المغناطيسي الشمالي، فعن طريق القبلة والخريطة بتاعتك قمت حددت إيه؟ فدي عندك معطيات، هيت معطيات توصلت بها إلى إيه؟ إلى معرفة الجهة، جهة القبلة. يبقى استفدت ذلك إما عن طريق الخبر أو عن طريق الإيه؟ أو عن طريق الاستدلال. يبقى عن طريق الأدلة توصلت إلى نتيجة، توصلت إلى علم. يبقى ده علم إيه؟ علم يقين، علم يقين. طيب، أكرمت بأن أنت طلعت والله عمرة أو طلعت للحج، أنت في أي موضع بتتجه إلى إيه؟ إلى الكعبة، فأنت بتستقبل الجهة،
تستقبل ايه؟ الجهة. طيب وانت في الحرم بتستقبل ايه؟ الكعبة. الكعبة هنا بالنسبة لك علم ولا عين؟ عين يقين. انت قدامك ايه؟ وتطوف بالبيت، يبقى ترقيت هيت، يبقى ده عيني عين يقين. طيب قدرت تتوصل الى الحجر الاسود من غير مزاحمة ومدافعة وإزاء للمسلمين؟ توصلت، قبلت الحجر وجيت عند الباب على من يعتمد ذلك او يقول بذلك، والتصقت بالملتزم، دخلت الحجر هو من البيت وتمكنت ان تتصلي فيه، او فتح باب الكعبة فتمكنت من الدخول. فدلوقتي انت هنا فيه مباشرة، مش كده؟ فيه ملامسة. فهنا ايه بقى؟ حق اليقين. فده هنا ايه؟ حق اليقين. يبقى ده مراتب الايه؟ مراتب العلم او مراتب الايه؟ او مراتب اليقين. وممكن يكون بايه؟ بتذوق. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ده حق ايه؟ حق يقين. خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. يبقى فيه برضو إيه؟ هذا إيه؟ حق يقين. هذا حق إيه؟ حق يقين. واضح المعنى؟ يبقى دي مراتب الإيه؟ مراتب اليقين أو مراتب العلم. والله تعالى أعلى وأعلم، فحق اليقين أعلى إيه؟ أعلى هذه المراتب، أعلى هذه المراتب. لكن هنا يجي إشكال، يجي إيه؟ يجي إشكال. الإشكال في هذا إن رب العزة تبارك وتعالى في الآية قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهذا متعلق بزيادة اليقين والإيمان، ماشي كده؟ متعلق بزيادة اليقين والإيمان. كيف يجمع بين الآية وبين حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح نحن أحق بالشك من إبراهيم؟ حصل إيه في الحديث هنا؟ أثبت فينا شكا، مش كده؟ الحديث هنا أثبت فينا إيه؟ شكا. وفي إبراهيم ونحن أحق بالشك من مين؟ ونحن أحق بالشك من إبراهيم. فإزاي يجاب عن هذا؟ فقال أهل العلم إن الشك مستحيل في حق إبراهيم عليه السلام، إن الشك مستحيل في حق إبراهيم عليه السلام، فإن الشك في إحياء الموتى لو كان متطرقا للأنبياء لكنت أنا أحق به من إبراهيم، وقد علمتم أني لم أشك، فاعلموا أن إبراهيم لم إيه؟ لم يشك. هذا هو توجيه أهل العلم لحديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى. لكن ممكن يتخرج على ذلك مسألة تانية، إذا تقرر هذا فهل معنى ذلك أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب بالقطع لا، الجواب بالقطع بالقطع لا، وإنما رسولنا صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأفضل من سائر الأنبياء، وأفضل من سائر الأنبياء صلى الله عليه وسلم. هذا التفضيل لا يعني تنقيصا، لا يعني تنقيصا للمفضول بذكر الإيه؟ بذكر الفاضل، بذكر الإيه؟ الفاضل. ليه لا يعني تنقيصا؟ لأننا لا نقول ذلك اتباعا للهوى، كقول المغضوب عليهم والذين لعنهم الله تبارك وتعالى الذين فرقوا بين الله ورسله، لا نقول ذلك، ولكن نقول ذلك متبعين لإيه؟ متبعين للوحي، متبعين لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فلا يكون التفضيل من عند أنفسنا، ولا تفضيل باتباع الإيه؟ باتباع الهوى، ولكن هذا التفضيل بإيه؟ بالدليل الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح كده المعنى؟ واضح. فلا نأتي به من عند أنفسنا. وسيأتي يعني بسط الكلام إن شاء الله عز وجل في حديث أبي هريرة، الحديث المعروف حديث جبريل عليه الصلاة والسلام، سيأتي يعني مزيد تفصيل لهذه المسألة. فالخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منين؟ أفضل من إبراهيم، وأفضل من سائر الأنبياء، وبالقطع طبعا يبقى أفضل منين؟ من الخليقة جميعا ومن الخلق جميعا، وأفضل من جبريل عليه الصلاة والسلام. واضح كده المعنى؟ فصلى الله عليه وسلم هو خير البرية، هو خير الإيه؟ خير البرية. دليل ذلك ما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الإيه؟ سيد الناس يوم القيامة. جاء حديث آخر أيضا عن أبي هريرة
عند مسلم رحمه الله تعالى: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. إبراهيم من ولد آدم ولا مش من ولد آدم؟ يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من مين؟ أفضل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. واضح كده؟ فثبت الدليل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأنه أفضل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. طيب، إذا كانت المسألة بذلك، فما هو الجواب عما أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا خير البرية. فقال له صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم عليه السلام. إيه توجيه هذه المسألة؟ فتوجيه هذه المسألة كما قال أهل العلم بأمرين: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك تواضعا لأبيه عليه الصلاة والسلام، قال ذلك إيه؟ تواضعا لأبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذه أمر. أو أنه قال ذلك قبل أن يوحى إليه صلى الله عليه وسلم أنه إيه؟ أفضل من إبراهيم بنزول قول الله تبارك وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. واضح كده؟ واضح هذا الأمر؟ فبهذه الآية ثبت أنه صلى الله عليه وسلم إيه؟ أفضل الخلق جميعا صلى الله عليه وسلم. لكن يؤكد المعنى الأول أنه قال ذلك تواضعا لأبيه، ويحتمل الأول ويحتمل هذا الوجه أن مسألة الإسراء والمعراج، حادثة الإسراء والمعراج، أنها بالاتفاق وقعت في مكة، وأنها كانت قبل الهجرة، مش كده؟ قبل الإيه؟ قبل الهجرة، وقبل الهجرة بمدة بحوالي 3 سنوات، ماشي كده؟ طيب، وسورة الفتح معلوم أنها نزلت يوم الحديبية في عودتهم من الحديبية إلى إيه؟ إلى المدينة. والحديبية كانت في العام السادس، في العام الإيه؟ في العام السادس. يبقى بين المعراج، بين حادثة الإسراء والمعراج، وبين الحديبية، بنزول هذه الصورة سورة الفتح، حوالي 8 سنين تقريبا، حوالي 8 سنين تقريبا. واضح كده؟ في حادثة الإسراء والمعراج تقدم النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء، وهذا ثابت، مش كده وبس، بل رفع صلى الله عليه وسلم فوق إبراهيم، فوق موسى وفوق إبراهيم. وفي الحديث أنه لما جاوز موسى عليه الصلاة والسلام بكى، فلما سئل عن سبب بكائه قال: يعني ما ظننت أن رب العزة تبارك وتعالى أنه سيرفع أحدا إيه؟ سيرفع أحدا علي، أو أحدا فوقي، أو أحدا بعدي سيرفعه إيه؟ فوقي. فثبت بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إيه؟ من موسى. ورفعه الله تبارك وتعالى فوق إبراهيم، وهذا ثابت أيضا في حديث الإسراء والمعراج. فدل ذلك على إيه؟ على أفضلية النبي صلى الله عليه وسلم على إبراهيم، وأن هذه الأفضلية متقدمة منين؟ من حادثة الإسراء والمعراج، وهي في مكة المكرمة، وهي في مكة المكرمة، وذلك متقدم عن مسألة إيه؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. واضح كده المعنى؟ طيب، نعم. أيضا الآية تدل على أن تظاهر الأدلة مما يزيد طمأنينة القلب، ودي فايدة العلم، أنك كلما إيه؟ ازددت علما تكثرت عليك عندك الإيه؟ عندك الأدلة، ازددت إيه؟ ازددت إيمانا، وازددت إيه؟ وازددت يقينا، وازددت يقينا. فدي فوائد الإيه؟ فوائد العلم، فوائد العلم. قوله: وقال معاذ. معاذ هو ابن جبل ابن عمرو ابن أوس الأنصاري الخزرجي رضي الله تبارك وتعالى عنه، أبو عبد الرحمن، صحابي مشهور، بل هو من أعيان الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. أسلم معاذ بن جبل وعمره 18 سنة، وهو ابن 18 سنة رضي الله عنه. شهد بدرا والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد أرداف النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ،
هل تدري حق الله على عباده؟ والحديث متفق عليه، والحديث متفق عليه، وهو أحد الذين جمعوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك عن قتادة أنه قال: سمعت أنسا يقول: جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار، معاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو زيد. فقال قتادة: قلت لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي. هذا الحديث متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. ومن مناقبه رضي الله عنه ما رواه عبد الرحمن ابن عسيلة المرادي الصنابحي أبو عبد الله، ثقة من كبار التابعين، قدم المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام، ومات في خلافة عبد الملك بن مروان، احتج به الجماعة أو خرج له الجماعة، عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أخرجه أبو داود وأحمد وابن خزيمة وابن حبان بسند صحيح. وكان رضي الله تبارك وتعالى عنه إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن، وله مناقب جمة. مات رضي الله عنه بالشام في طاعون عمواس في سنة 18 للهجرة. روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 157 حديث، ده مسند معاذ 157 حديث. اتفق البخاري ومسلم على حديثين، وانفرد البخاري بثلاثة أحاديث، وانفرد مسلم بحديث واحد، وأخرج له الجماعة. واضح كده؟ ده يعني طرف يسير جدا من سيرة أو ترجمة معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال قوله: اجلس بنا نؤمن ساعة، هذا أيضا معلق، فهذا قول معاذ، فهو موقوف على معاذ رضي الله عنه، وهذا أيضا معلق. وصله أحمد وأبو بكر بن أبي شيبة في كتاب الإيمان لهما بسند صحيح إلى الأسود بن هلال المحاربي أنه قال لي معاذ بن جبل: اجلس بنا نؤمن ساعة. وفي رواية لهما، يعني لأحمد وأبي بكر، كان معاذ بن جبل يقول للرجل من إخوانه: اجلس بنا نؤمن ساعة، فيجلسان فيذكران الله تعالى ويحمدانه. وعرف من الرواية الأولى أن الأسود بن هلال أبهم نفسه، ويحتمل أن يكون معاذ رحمه الله تعالى ورضي عنه قال ذلك للأسود، وقال كذلك لغيره، أن معاذ كان له أصحاب يعني عدة، فكأنه قال ذلك له وقال ذلك أيضا لغيره. الأثران أخرجهما أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه، وزاد في الأثر المذكور: اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله تعالى. ووصله البيهقي في الشعب، وكذلك الحافظ في التغليق. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ووجه الدلالة منه ظاهرة، لأنه لا يحمل على أصل الإيمان، مش كده؟ إن معاذ مؤمن، وأي مؤمن رضي الله تبارك وتعالى عنه، لكونه كان مؤمنا وأي مؤمن، وإنما يحمل على إرادة أنه يزداد إيمانا بذكره لله تبارك وتعالى. أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى القاضي قال: لا تعلق فيه للزيادة. هنا ما فيش تعلق لإيه؟ بمسألة زيادة الإيمان، لأن معاذا إنما أراد تجديد الإيمان، لأن العبد يؤمن في أول مرة فرضا، يؤمن العبد في أول مرة فرض، واجب عليه ذلك. طيب، ثم يكون أبدا مجددا كلما نظر أو فكر. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعقبه في ذلك وقال:
يعني أن ما نفاه أولا وهو إنما لوش تعلق بالزيادة أثبته في إيه؟ أثبته آخرا لأن تجديد الإيمان إيمان، ما احنا اتفقنا أن في إيه؟ الأصل موجود ما لوش تعلق بالأصل، ماشي كده، لأن الأصل موجود عند معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب تجديد الإيمان هيبقى ده على إيه؟ على الأصل، يبقى ده إيه؟ زيادة. أولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي، ولكن ليطمئن قلب، فدل ذلك على إيه؟ على زيادة الإيمان. فما نفاه أولا أثبته آخرا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم. نكتفي بهذا القدر ونقبل إن شاء الله عز وجل في لقائنا القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.